السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب في كل مكان، الإخوة والأخوات، الأصدقاء، الأحبة، في كل مكان، في محاضرتنا الرابعة في الشهر الأول من عام ألف سوري مش ألف أخسر استغفر الله العظيم، من عام 2021، داخل التحدي الكورونا لينا وتحدينا للكورونا، داخل تحدي الكورونا لينا وتحدينا للكورونا. وزي ما قلت أنا في ال3 محاضرات الماضية، الكورونا لن توقفنا ولن تعجزنا ولن تعطلنا عن بناء مسيرة مجتمعية من أجل بناء مجتمع مدني قوي في كل مكان وفي كل زمان. أنا طبعا بشكر الشباب اللي بيساعدوني في عمل هذه المحاضرات، اللي منهم علي الشوى وأحمد الشيخ ومحمد يوسف، جزاهم الله خيرا إنهم بيعطوا الوقت الكافي لإخراج مثل هذه الأشياء. وكانت المحاضرة عن سوريا غير مبرمجة لهذا الأسبوع، خاصة إن كان في عندي أشياء تانية عايز أتكلم عنها، لكن الكارثة الإنسانية اللي حصلت بعد هطول الأمطار في سوريا، خاصة في أماكن النزوح في شمال غرب سوريا في منطقة إدلب، وكذلك سقوط بعض التلج وقلة الموارد المتواجدة عند الناس هناك وقلة الإمكانيات، سواء كانت غذاء أو دواء أو خيام أو أماكن للإيواء، خلتنا نحن نقدم هذه المحاضرة على الأشياء الأخرى اللي هي تعتبر أشياء تقليدية أكثر. الشريحة دي اللي هو الفهرس اللي عندنا. فانا ارجو من الشباب اللي موجود بيتفرجوا علينا النهارده انهم يشاركونا عن طريق الزوم، لان في شرائح كتيره زي ما انا بقول في كل محاضره علشان تستفيدوا من ما كتب داخل هذه الشرائح. عندنا الفهرس فيه 8 نقاط هنتكلم عنها: المقدمه، وبعدين التركيبه السكانيه في شمال غرب سوريا، وبعدين ملخص الاحداث الانسانيه في شمال غرب سوريا من خلال عام 2020، وبعدين عوامل فشل الحراك التغييري المجتمعي ومحاربة الفساد في المجتمعات، ومن هم مسؤولون عن المأساة السورية أو أي مأساة زي المأساة السورية، القواعد ال3 الأساسية في الخروج للحل اللي معتقد إن كتير جدا منكم مش هيقتنعوا بيه، لكن مع ذلك أنا بقوله لأن أنا بؤمن بأن لابد أن نجد حلول أخرى موازية للحلول التقليدية اللي إحنا كنا بنستعملها من زمان. النقطة الأخيرة خطوط وخطوات الحل، والثامنة اللي هي الخاتمة والرسالة بتاعتنا، اللي احنا رسالة في هذه المداخلة. الشريحة نحن عارفين طبعا الأحداث السورية بدأت من حوالي 10 سنين، يعني الشهر 15 مارس 2011، 2021 هيكون لها 10 سنين بالضبط. بدأ كحراك شعبي عفوي مطالب الحكومة بالمزيد من الحريات والإصلاحات، ثم خلص توسع جماهيري على مستوى الوطن كله، وفي خلال فترة قصيرة جدا، وبعدين حصل يعني عدم استجابة من الحكومة المركزية مثل هذه المطالب اللي هي مطالب إصلاحية من الجماهير، ثم تحول هذا الصدام إلى صدام مسلح ما بين الحكومة ما بين بعض فئات الشعب السوري، فتحول من هذا إلى يعني إلى مصدمات دامية أدت إلى مقتل الكثير أو العديد من أبناء الشعب السوري وجرحهم ووضع الكثير منهم في المعتقلات والسجون. كثير جدا من تقارير الأمم المتحدة اللي طلعت بتقول إن فئة كبيرة جدا من الشعب السوري تحت حد الفقر، تحت حد الفقر، وبيحتاجوا لدعم كبير جدا لإعادة بناء حياتهم المعيشية في اليوم والساعة إلى آخره. وظائف، أمن، استقرار، خدمات اجتماعية، صحية، تعليمية إلى آخره. بل ازدادت الأحداث بلاء في أن تحول هذا إلى فقدان التوازن النفسي عند الكثيرين من أبناء الشعب السوري، اللي أدت إلى أن بعض تقارير الأمم المتحدة بتقول أن الناس بحاجة إلى مساعدة عاجلة للتعامل مع التداعيات النفسية لأبناء الشعب السوري. اللي احنا عايزين إيه؟ دعم نفسي وعقلي للنازحين في الداخل، ها، اللي هم قد يكونوا أكثر
أكثر من 6 مليون نسمة في الداخل السوري، أصبح جزء كبير منهم بيعاني من هذه التداعيات النفسية والعقلية اللي مرت عليه في خلال العشر سنوات الماضية. وطبعا أوتشا أو مكتب الشؤون، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قال إن في 11.7 من 10 مليون شخص سوري يحتاجوا المساعدة الإنسانية والحماية في نفس الوقت، لأن ما زال في مناطق كثيرة في الداخل السوري في ما زال يعني صدامات عسكرية حادثة إلى أيامنا هذا. طبعا الشمال غرب سوريا بيكون فيه أكثر من 3 مليون نسمة أو 4 مليون نسمة، تقريبا نصفهم من النازحين ونصفهم من اللي هم أبناء المنطقة الأصليين، ونصف هؤلاء النازحين على الأقل نزح مرة أو مرتين أو ثلاثة إلى أن يصل لمثل هذا المكان. إلى أن يعني تخيلوا أب وأم وزوجة، أب وأم وأطفال، أو زوجة وزوجة وأطفال، أو أم من غير زوج، أو أطفال لوحدهم، أو عائلات تشردت ونزحوا مرة واثنين وثلاثة لكي يصلوا إلى الشمال غرب سوريا في منطقة إدلب وريف إدلب إلى آخره. بيعيش طبعا كلهم في خيامات عشوائية، واللي مش خيامات عشوائية أكثر من 5.6 مليون سوري. لا، هناك أيضا خارج سوريا 5.6 مليون لاجئ سوري بيطلبوا اللجوء في الدول المجاورة زي لبنان وزي الأردن وزي تركيا. وطبعا في كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 13 مارس 2020 وبمناسبة دخول الصراع المسلح ده العام العاشر، قال فيها أن عدد القتلى والجرحى في الداء في سوريا مش معلوم، والأسف ده ناهيك عن عدد اللي هم المختفين، مش معلومين على الإطلاق. في إحصائيات كثيرة جدا تقول أرقام، لكن هذه الأرقام ما هيش مكتملة لعدم دقة الحصول عليها. الشريحة الثانية دي التركيبة السكانية في الشمال الغرب سوريا، فيها حاليا دلوقتي 4.2 مليون نسمة. السكان الأصليين المقيمين في هذه المنطقة قبل النزوح كانوا 2.2 مليون، أضيف عليهم 2 مليون نسمة، يعني حوالي تضاعف عدد السكان مع قلة الخدمات اللي كان موجودة أصلا قبل ما يأتيهم هذا العدد من السكان. فأصبح عدد النازحين بيساوي قرابة 50% من عدد السكان كلهم اللي موجودين مثل هذه المنطقة. يضاف إليها في حوالي 73 ألف لاجئ من العراق ومن فلسطين، يبقى 4.2 مليون من السوريين نازحين ومقيمين زائد 73 ألف نسمة، يعني 4.3 مليون نسمة. عدد الأطفال في سكان شمال غرب سوريا بيساوي بالنسبة للأطفال لأقل من 5 سنين 700 ألف واثنين، اللي ما بين 5 سنين و 15 سنة يساوي 552 ألف، اللي ما بين 15 و 18 سنة يساوي 165 ألف. يعني لو احنا جمعناهم كلهم على بعض هيطلعوا قرابة 1.4 مليون نسمة من الأطفال، يعني 1.4 مليون نسمة من 4.2، يعني حاجة 33-35% من سكان شمال غرب سوريا يعتبروا من الأطفال ما دون سن 18 سنة. عدد المخيمات اللي موجود في الشمال الغرب سوريا بيساوي حوالي 1304 مخيم. عدد القانتين داخل المخيمات دول بيساوي 1,048,000. عدد المخيمات العشوائية بيساوي 390,000. عدد القانتين ضمن المخيمات العشوائية بيساوي 187,000، يعني 187,000 سوري عايشين داخل مخيمات عشوائية،
معناها عشوائية إيه؟ ما فيش ليها أي رعاية من الأمم المتحدة. ده خطر جدا، خطر جدا على عدم توفر أساسيات الحياة لمثل هؤلاء الناس. الحالات الخاصة ضمن المجتمع اللي موجودة، عدد الأيتام اللي أقل من 18 سنة حوالي 198 ألف، عدد الناس المسؤولين اللي عندهم احتياجات خاصة بيعتبروا 199 ألف، وعدد اللي هو الأرامل اللي ما عندهمش معيل يعتبر قرابة 47 ألف. دول الحالات الخاصة ضمن المجتمع اللي عايش فقط في الشمال الغرب السوري. معدل النمو السكاني والوفيات، يعني النمو السكاني يعتبر 2.1 في المية من السكان اللي هم موجودين هناك، والوفيات 5.56% من عدد السكان الموجودين. ده بالنسبة لحالة الشعب اللي عايش في 1300 مخيم، منهم وعايش كذلك في 393 مخيم عشوائي، اللي منهم حوالي ثلثهم ل 40% منهم من الأطفال ما دون ما دون الايه 18 سنة، ونصهم نصهم او نصهم تقريبا هم نازحين جم من أماكن أخرى من سوريا، زائد لاجئين عراقيين وفلسطينيين سكنوا في منطقة كان أصلا فيها 2.2 مليون نسمة، فأصبح تضاعف العدد في سنين قليلة مع قلة أو ندرة الخدمات الموفرة لمثل هؤلاء الناس في هذا المكان. فهي كارثة كارثة كارثة. لذلك أنا بقول إيه، هل نحن مجرمون؟ أنا بقول لكم نعم، وأنا منكم. ريحة ريحة لو سمحت. دول شريحتين آخرين بيتكلموا عن الأحداث الإنسانية في خلال 2020، في عدد النازحين لو أنتوا تقروها بعد كده عشان الوقت، المدنيين خلال العمليات العسكرية اللي حصلت هناك، اللي هتلاقي موجودة هي العائدين من مناطق النزوح بعد وقف إطلاق النار، موجودة الأرقام دي موجودة هناك، المنشآت والبنى التحتية المستهدفة موجودة أيضا موجودة هنا هو، وفي في القائمة الأخرى الأوضاع الإنسانية في المخيمات، زي ما احنا قلنا عدد المخيمات 1804 و1803 والناس والعايشين فيها مليون ومليون و48 ألف. الحرائق بقى اللي حصلت، حصل حرائق وحصل حالات تسمم وحصل حالات أخرى. المخيمات اللي تضررت من الأمطار حوالي 142 إلى آخره. طبعا تقييم الاستجابة الإنسانية بشكل عام داخل 2020 موجود عندنا، أنا هقراها لأن دي مهمة جدا بالنسبة لنا احنا، لأن احنا نهتم بالعمل الإنساني داخل المناطق دي كلها. يعني الاستجابة الإنسانية بشكل عام خلال 2020 وفت 60% مما يحتاجه الشعب من الأمن الغذائي وسبل العيش، دي نمرة واحد. وفت 46% مما يحتاجه الشعب العايش في الداخل السوري في شمال غرب سوريا في قطاع المياه والإصحاح اللي هو الصحة. وفت حوالي 61% من قطاع الصحة والتغذية. وفت 56% من قطاع المواد الغير غذائية اللي هي الناس إيه بتحتاجها. وفت حوالي الحماية، يعني الحماية هم عايشين في مجتمع غير آمنين على أنفسهم فيه، 38% من احتياجات الشعب لحماية نفسه. القطاع المأوى 44% اللي وصلت له، وقطاع التعليم 43%. يعني التعليم والمأوى 43% 44%، والحماية 38%، والحماية طبعا في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن المليون نازح في داخل المعسكرات اللي هم 1300 معسكر، ده المعسكرات العشوائية، نسبة الحماية ليهم أقل من 38%. طبعا دي بعض الأحلام كان بالنسبة للشباب، اللي هم بيقولوا كنا نحن كشعب سوري عشنا سنوات عايزين بنحلم ان يكون عندنا مجتمع نستطيع ان نبنيه، نبني فيه مجتمع مدني قوي الى اخره الى اخره، وبعدين زي احلام الشباب ما بيحلموها في كل مكان، بيحاولوا من خلال الحراك الشعبي لعمل تغيير مجتمعي بيحلموا.
بيحلموا مستقبل جميل، بيحلموا بالحريه، بيحلموا بالعلاقه الاجتماعيه، بيحلموا بالكرامه، بيحلموا الى اخره. لكن طبعا للاسف زي ما احنا شايفين في الصور، صوره النزوح اللي موجوده من كل مكان من الوطن السوري، من الحسكه ومن او يا ربي ومن حمص ومن حلب الى واماكن اخرى الى ادلب، موجوده اللي هي تضاعف عدد السكان فيها 100% في خلال السنوات الماضيه. طبعا ده خطر جدا 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 على صحه وبقاء الناس في هذا الجو المخيف. فانا قلت انا بعتذر لسوريا بعد 10 سنوات وبقول ايه، عذرا سوريا، فنحن كلنا وانا اولكم من المجرمين. في الحراك الشعبي اللي بيحصل في اي مكان في العالم، في بعض عوامل الفشل بتحدث بداخله، هتكلم انا عليها سواء كان في سوريا او غير سوريا. سواء كان في سوريا، من عوامل فشل حراك التغيير المجتمعي ومحاربه الفساد انا حطيت 11 عامل هنا. اول حاجه، الناس طيبين وغلابه ونواياهم حلوه الى اخره، وعندهمش خبره. ما عندهمش خبره، ما عندكش خبره، ما تضحكش طيب ابناء المجتمع. هترجع السياسه وين يا محمد؟ كان ميوت ايش بك مجبورات؟ ميوت يا محمد، ادمن مجبورات. محمد طيب، طبعا في داخل اي حراك مجتمعي في بعض الناس، ليه بيفشل الحراك المجتمعي؟ اول حاجه، الناس طيبه وغلبانه وعلى نيتها وما عندهاش خبره، ودي مصيبه سوداء. الطيبة كويسة بس لنفسك، لكن الشارع عايز أهل الخبرة. دي نمرة واحد. عفوية، مفيش تخطيط، مفيش ترتيب، مفيش جمعيات، مفيش رؤية، مفيش. عواطف، ناس عاطفية. عاطفية، العاطفة ما تنفعش تعمل أي إصلاح مجتمعي. الإخصاء، بعض الناس لما بيوصلوا لسدة الحكم أو بيوصلوا للسلطة بيخصوا الآخرين. وده خطر جدا، وده حصل في أماكن كتيرة جدا. لا نريد أن نتكلم عنها. التردد، الناس تكون مترددة. الناس مترددة ليه؟ إذا كنت أنت قادر على إحداث تغيير مجتمعي فتوكل على الله بعد ما تأخذ الخطوات الأساسية لعمل الحراك المجتمعي وعمل التغيير المجتمعي. التعجل، الناس عايزة يعني بكرة تبقى كل حاجة خلصت. يعني أنا بضرب مثلا وزارة مثلا يمكن عشرات المرات لغاية ما أنتوا كتير جدا منكم مل مني. قلت في إيه؟ قلت حتى ربنا أعطانا المثل في الحمل، إن زوجتي لما بتحمل بتاخد 9 أشهر، ولما ابني بيولد علشان يخش المدرسة بياخد 4 سنين أو 5 سنين، ولما بيتخرج من الجامعة أو كذا بياخد حوالي 20 سنة، يكون عنده 25 سنة. ابني لما بتجوز زوجتي ما بينزلش من بطن أمه، يطلع أستاذ في الجامعة على طول. فليه إحنا بنتعجل؟ ليه بنتعجل؟ وخاصة ان هنعمل تغيير مجتمعي، والتغيير المجتمعي ده بياخد سنين او عشرات السنين. ما بنتعلمش من التاريخ. في احداث حصلت في التاريخ لابد نتعلم منها. كيف تحول الحراك المجتمعي في شرق اوروبا وبنى دول مستقلة في نهاية عصر الاتحاد السوفيتي؟ فنتعلم من التاريخ ودروسه والإخفاقات والإنجازات اللي عملتها الشعوب في أماكن مختلفة. ليه ما نبنيش تحالفات؟ المجتمع دلوقتي ما أصبحش فصيل واحد، ما أصبحش لون واحد، ما أصبحش دين واحد، ما أصبحش ثقافة واحدة، ما أصبحش مرجعية واحدة أبداً. المجتمع اللي عندنا لو عملنا زوم ليه جوه في الداخل، وزوم وزوم وزوم، هنجد داخل هذا المجتمع فيه يمكن آلاف من الثقافات والقيم، ولكن لابد أن نستوعب كل هؤلاء الناس من اجل احداث اللي هو الحراك المجتمعي الذي يؤدي الى التغيير المجتمعي المنشود. ليه بنحسد طيار دون طيار؟ احنا كلنا نرى المجتمع ونرى الوطن. نحن ننزل يعني ايه؟ نحن نريد لمجتمعنا ان يتغير، فلذلك لما يتغير المجتمع لابد ان يتغير بكل ابنائه وبكل اطيافه مع بعضها، ولا ننحسد طيار دون طيار. وليه؟ لأن كل مجموعة مننا بتحاول أنها تستأثر ويكون صوت أعلى من المجموعة الأخرى، وعدم التنازل من شخصيتنا الاعتبارية من أجل الشخصية الاعتبارية الوطنية للوطن كله. والأخرى الأخيرة وليست الأخيرة، عدم وجود رؤية
وعدم وجود قيادة تستطيع أن تتعامل مع مثل كل هذه الأشياء. يمكن أنا كتبتها في ست نفس اليوم ده من 7 سنين، 26 يناير 2014. فعشان كده لما شفت البوست لما جاي النهاردة الصبحية قلت لما أحطه عشان نقول للناس مهما عملنا لابد أن نتدرج في كل ما نقوم به من أجل الإصلاح، والإصلاح من أجل الجميع، لا من أجل الصدام ولا من أجل التسلط ولا من أجل الإقصاء. الصورة الشريحة دي بعض المسؤولين اللي هنتكلم عنهم اللي هم مسؤولين فعلا عن الملف داخل الوطن السوري وداخل أي وطن في أي مكان في مشكلة. الخمس أو ست مجموعات دول هم المسؤولين الأوائل عن المشكلة وعن الحلول. نجيب نمرة واحد اللي هو أول حاجة الحكومات، سواء كانت الحكومة المركزية أو حكومات مؤقتة. أول الحكومات اللي أنا أذكرهم من هو اللي هم الحكومات المستفيدة من الصراع السوري وفي الداخل السوري، أو الحكومات بتاعت الدول المجاورة، أو الحكومات بتاعت الدول الإقليمية والدول العالمية. كل هؤلاء الناس هم جزء من المشكلة وجزء من الحل في نفس الوقت. دي نمرة واحد الحكومات. نمرة اثنين المؤسسات الحكومية مسؤولين أيضا، بس الحكومية زي إيه؟ زي الأمم المتحدة، زي الاتحاد الأوروبي، زي جامعة الدول العربية، زي منظمة التعاون الإسلامي، زي منظمة العدل الدولية، زي كل المؤسسات اللي هي فيها الدول أعضاء من الحكومات. دول ليهم المسؤولية الأولى، فالمسؤولية الأولى عن الحكومات، المسؤولية الثانية عن المؤسسات الحكومية، لأن المؤسسات الحكومية تنفذ سياسات حكوماتها سواء في الدعم أو وضع الحلول لمثل هذه المشاكل. المؤسسات الدولية الأخرى اللي هي مستقلة عن الحكومات زي المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية أو حقوق الإنسان، والمؤسسات البحثية والمؤسسات الفكرية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المنصة والدفاع وغيرهم. كل هذه المؤسسات هي مسؤولة أو هي جزء من الحل وجزء من المشكلة كذلك إن لم تستطع أن تجد حل لهذه المشكلة. مؤسسات المجتمع المدني كذلك هي مسؤولة. يعني أنا لا 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 أحمل مجموعة من دول مسؤولية ولا وأحمل، يعني أنا أحمل الجميع المسؤولية. مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت دولية إنسانية زي أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن، كل المؤسسات الدولية دي كلها، وزي المؤسسات المحلية الاجتماعية الخدمية والإغاثية والخيرية، وزي المؤسسات الإعلامية والتوثيقية، وزي المؤسسات والاتحادات والنقابات والائتلافات وشبكات التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الدينية والأحزاب السياسية والعشائر والقبائل والعائلات والأندية، حتى الأندية الرياضية إلى آخره، والمراكز الاجتماعية إلى آخره. كل هذه الأشياء اللي بنتكلم عنها هي جزء، هي طبعاً هم مسؤولين لأنهم جزء حقيقي من المجتمع اللي احنا بنعمل فيه، وهم جزء واقعي يستطيع أن يتعامل مع المشاكل ويضع لها حلول. والمجموعة الخامسة هي المجموعة اللي احنا بنتكلم عنها، وهي ايه اللي هي أنا بس مش عارف أقرأ العنوان فوق يا محمد. لا لا الشرح لك كده الان اللي فوق اسمه ايه بس مش شايفه. المجموعه الخامسه اللي هي اللي منها رجال الدين، لا الشريحه اللي قبل كده لو سمحت، الشريحه اللي قبل كده، ايوه دي رجال الدين. رجال الدين لهم دور مهم جدا 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 في اي مجتمع، سواء كان في مجتمع مستقر او مجتمع فيه حراك او مجتمع فيه صراع دم والى اخره. لابد ان يكون رجل الدين مستقل استقلال كبير عن أي صراع داخل أي مجتمع من المجتمعات دي، ولا يلوي عنق الدين وعنق فتاوى الدين من أجل فصيل معين أو من أجل شخصية معينة أو من أجل حكومة معينة. فلذلك هنتكلم، بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن رجل الدين الذي يفهم الدين المجتمعي. هناك في دين يعني خلقي ودين إيماني، وهناك في دين مجتمع يطبق أركانه بالعدالة والحرية والمساواة ده بين أبناء المجتمع. ورجال الدين لابد أن يكونوا فوق الشبهات بمواقفهم الحيادية من جميع الأطراف مع قوانين الحق. الشباب اللي هم يعتبروا زي ما أنا قلت في 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 إدلب، الشباب بيسووا حوالي 35-40% من سكان إدلب نفسها اللي هي جزء صغير من سوريا، أو في أي مجتمع لو بيسوون حوالي 40-50% أو 60% في بعض الدول الأخرى. الرموز
الرموز اللي بيطلعوا في التلفزيون ويتكلموا ويصرخوا وليهم ملايين بيسمعوهم وبيمشوا وراهم، دول ليهم مهمة كبيرة جدا، وهم مسؤولين أيضا عن أنهم جزء من المشكلة وجزء من الحل كذلك. رجال الأعمال اللي جايين بمؤسساتهم فقط عشان يستفيدوا، مفيش حكومة، مفيش مؤسسات قوية تراقب الفساد اللي هناك، مفيش فبيجوا يفسدوا المجتمع ويسرقوا مخدرات مثل هذا المجتمع. المنهين التقليديين من أبناء الدول، أنا بكلم عن منه تقليدي، يعني عايز يطبق في المكان اللي فيه أشياء على مزاج المانح مش على قيمة وقدر وحاجة المستفيد. المستفيد يريد شيء، والمانح التقليدي ده يرى أن الشيء اللي هو بيعايز يطبقه هو اللي بيؤمن به، وليس ما يحتاجه المجتمع مجتمع النازحين ومجتمع اللاجئين. النجوم والرموز المجتمعية المفكرين ما احنا نسميهم النخب والحاجات دي كلهم، ياما أفسدوا، وياما بعد عام 2011 شفنا ورق توت سقط عن العشرات والمئات والآلاف من مثل هذه الشخصيات التي لم نكن نعتقد أنها تهبط لمثل هذا المستوى من الحضيض. النجوم والرموز الفن، الفنانين والأدباء اليوم جماهير مختلفة. شايف احنا بنتكلم، عن مجتمع في أطياف مختلفة يصل إليها مجموعات مختلفة من رموز مجتمعية. فدول أيضا الرموز اللي هم النجوم الفنانين والدراما إلى والأدب إلى آخره كده. نجوم الرياضة حتى زي ما احنا شفنا في أحد اللاعب الكرة القدم اسمه مسعود أوزيل، لما وقف موقف علشان ماذا ما حدث لليغور في الصين وكيف عانى، حتى دلوقتي النادي بتاعه باعه لنادي آخر، لكن هو كان ليه موقف من أجل دعم هذا الشعب أو هذه الأقلية اللي موجودة هناك. الجاليات السورية اللي نتكلم عنها سواء كانت في مستقرة في دول غنية، ودول كتير مش قليلين، في ألمانيا، في بريطانيا، في الدول العربية، في بلجيكا، في هولندا، في أمريكا، في كندا، لازم كلهم دور، كلهم رؤية مختلفة، لأنهم عايشين في بحبوحة من العيش ومستوى غير عادي من الحريات والتقدم التكنولوجي والتقدم العلمي. هؤلاء ما مسؤولين أيضا عما يحدث هناك. حتى أنا بقول بقول حتى أبناء الشعب السوري من النازحين فيهم قدرات داخل مخيمات النازحين، وفيهم قدرات عند العايشين داخل مخيمات اللاجئين في تركيا وفي الأردن وفي تركيا والأردن ولبنان إلى آخره. فهؤلاء الناس لابد نحن نعرف نعاملهم على أنهم يعني موارد بشرية متقدمة فكريا وعقليا إلى آخره. وبعد ما كده نرجع لأبناء الجاليات العربية اللي موجودة في العالم من المهاجرين في كل دول العالم، دول اللي ما عندهم حرية أكتر من بعض دول أخرى. وبعدين بقى كده أخيرا وليس بآخر، اللي هم نجوم منصات التواصل المجتمعي اللي احنا بنلاقي إن النجم منهم عنده 5 مليون و10 مليون و20 مليون و30 مليون و40 مليون. طب بيعملنا دول إيه؟ لازم أرفع الوعي المشاركين معي أو المتابعين ليا وعلى القضايا الإنسانية اللي بتحدث لسوريا وغير سوريا، سواء كان سوريا، سواء كان اليمن، سواء كان اليوغور، سواء كان الروهينجا، سواء كان ما يحدث في الكونغو الديمقراطية، سواء ما كان يحدث في جمهورية وسط أفريقيا، وكل الدول اللي فيها التصحر والجفاف وكل هذا الشيء. فلابد هؤلاء النجوم والرموز منصات المجتمعات، وده شيء تطور حديث في القرن 21 نستفيد منه. أنتم جزء من المشكلة وجزء من الحل كذا. فاحنا كلنا مسؤولين عن ما وصل إليه الشعب السوري، ولا أستثني من أحد، حتى أنا شخصيا، ولما كان عندي مؤسسة كبيرة كما كان من قبل، أنا بأحمل نفسي مسؤولية كذلك معهم. الشريحة اللي بعد كده، أنا حابني الحل على ثلاث قواعد، عشان كده أنا قلت في الأول خلي بالكم. هنسيب بس أقول كلمة في الأول، من ينكر ثلاث مرات فضل وقيمة وقامة ما قدمه الشعب السوري أو أهل الشام للحضارة من مستوى العالم في العلوم وفي الثقافة وفي الأدب وفي الدراما
وفي الشعر وفي كل هذه الأشياء في العلم والعلماء فهو جاحد أو هي جاحدة. هذه الشعوب أنشأت حضارات تمتعت بثقافتها وأخلاقتها العالم كله قبل أن تنشأ دول لم تكن مذكورة في الماضي. فلذلك جاحد من ينكر فضل شعب الشام أو شعب سوريا بالذات أو شعب اليمن أبو الشعوب العربية فيما قدموه للإنسانية في عصرها الأول قبل أن يقوم قائمة من ليس لهم تاريخ على ظهر المعمور. أرجع ثاني للحديث بس لأني نسيتك في المقدمة. في قواعد فلسفة حبني عليها الحل بتاعي، وطبعا أنا قلت لكم في الأول أن الحل ده مش هعجبكم لأنه هو رأيي ممكن تستغنوا عنه ما عنديش مشكلة. إن فلسفة هذا الاقتراح قائمة على اعتماد على ثلاث ركائز أو ثلاث قواعد أساسية، أرجوكم خشوا على اللي هي الزوم. أولها القائمة على مبادرات وتكتلات من أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج. الحل سوري، الحل سوري، الحل مش هيكون مصري ولا أوروبي ولا باكستاني ولا أفغانستاني، لا الحل سوري نمرة واحد. الثانية قائمة على اعتماد على تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بكافة تشكيلاتها بعد أن عجزت الحكومات والمؤسسات الحكومية في إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة. دي نمرة اثنين. القاعدة الثالثة القائمة على الاعتماد على الشباب، أنتم في كل مكان وفي كل زمان، الشباب من أبناء الشعب السوري ويساعد الشباب من أبناء الشعوب الأخرى. يبقى الأولى اللي هي مبادرات قائمة على مبادرات وكتلات أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج، الثانية قائمة على الاعتماد على تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بكافة تشكيلاتها بعد أن عجزت الحكومات والمؤسسات الحكومية في إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة، الثالثة قائمة على الاعتماد على الشباب من أبناء الشعب السوري. فبينما أنا بس حاجي بس للحكومات، فبينما يعاني ويموت العديد والآلاف من أبناء الشعب السوري بالداخل والخارج، لا تنشغل هذه الحكومات اللي نتكلم عنها ومؤسسات الحكومية فقط بالقضية السورية، عندها قضية تانية. هتلاقي في ترتيب الأمم المتحدة اليوم القضية السورية نمرة واحد، بعد شهر هتلاقي القضية السورية نمرة ثلاثة، القضية اليمنية تطلع المحبة، وهكذا. بيحصل تدوير فيه على حسب رغبة المانحين وعلى حسب حجم الكارثة التي تتعالى على الشعب السوري أو اليمني أو اليوغوري أو إلى أي شعب آخر. فبنام يعاني ويموت العديد من أبناء الشعب السوري بالداخل والخارج، لا تنشغل هذه الحكومات مؤسستها فقط بالقضية السورية بل بقضايا أخرى عدة. فإن لم يستطع أبناء الشعب السوري، نرجع المسؤولية بقى هنا مرة ثانية، الشعب السوري على إيه؟ تكامل، الجلوس للتكامل في وضع رؤية متناسقة ومتكاملة للخروج من هذه الأزمة، فلن تستطيع الحكومات المنشغلة ومؤسستها من فعل هذا لهم. زي بقول المثل العربي، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلن تستطيع الحكومات المشتغلة مؤسستها من فعل هذا لهم، وستصبح القضية السورية رديفا للقضية الفلسطينية اللي بدأت من 36 و48 إلى الآخر، مش لقينا هي أي حلول نتكلم عنها. طيب، وهذا ما يحدث دائما في مناطق الصراعات المسلحة ومناطق الكوارث الطبيعية الكارثية، والتي تجبر أحداث هذه المناطق إبناء هذه الأوطان للجوء للخارج، ومن ثم لا يستطيعون العودة مرة أخرى للوطن مرة أخرى. لما ننظر، قد يقول البعض منكم ان هذا حل غير عملي بقى، وهيقعد يوجع على دماغنا ويقول وكذا الى اخره. احنا ما تعلمناه وشاهدناه من خلال التعامل مع قضايا مختلفه، ها، يجعل القضيه السوريه لا تختلف عنهم على الاطلاق. قضايا زي ما حدث للاجئين الاتريين وهم موجودين دلوقتي في شرق السودان حوالي 300 الف او اكثر او اقل منذ 40 او 50 سنه، ما حدث للروهينجا اللي هم في تطهير عرقي ليهم منذ الثمانينيات أو قبل الثمانينيات وخرجوا إلى بنغلاديش، وأنا كان أول زيارة ليهم كان في التسعينيات من القرن الماضي، ما حدث للصوماليين اللي هم نزحوا أو مش نزحوا لجأوا إلى كينيا في منذ أكثر من 25 سنة أو 30 سنة، وما حدث للفلسطينيين طبعا نعرف في الدول المجاورة ليهم. فعلينا في هذه المرة
أن نقدم أولوية مدى الاعتماد على فعاليات وقدرات أصحاب الحاجة، أصحاب القضية من الشعب السوري أو الشعب اليمني إلى آخره، ولا نعتمد بالدرجة الأولى على الحكومات والمؤسسات الحكومية الأجنبية، لأنهم متشغلين بملفات كثيرة 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 كثيرة. وما ضاع حق وراءه مطالب، وما ضاع حق وراءه مطالب، وما ضاع حق وراءه مطالب. فلا بد من التعايش. احنا بنتكلم بقى، هذه رسالة لأبناء الشعب السوري وغيره من أبناء الشعوب الأخرى اللي بتعاني ما يعاني أبناء الشعب السوري. لابد من التعايش بين كافة مكونات الشعب السوري في الداخل والخارج، سواء مقيمين أو نازحين أو مهاجرين ويرغبون في العودة، من أجل بناء متكامل للمجتمع السوري واستعادة حقوق الإنسان. لم يحدث هذا التكامل بين الفصائل، بين التوجهات والمؤسسات المختلفة الفكرية إلى آخره، فلن نستطيع أن نقدم حل لهم. ولابد أيضا من وضع في داخل هذا الحل، لابد أن نضع خطة وطريقة عمل لمحاربة الطائفية اللي بيغذيها بعض المانحين والفساد والتطرف والإرهاب. يعني في ظل التكامل اللي بتكلم عنه ده، لابد من وضع برامج لمحاربة الطائفية والتطرف والإرهاب والفساد. خطوات الحل أربعة وبسيطة جدا، لكن مش هتقبلوها أنتوا، أنا متأكد من كده. أنا بتكلم بتكلم عن عن شيء يعني نظري، خلاص ده رأيي، يعني تأخذوا بي أو تأخذوا بي، ربنا يسهل علينا جميعا. أول حاجة نستفيد ونكثف من خلال التواصل الاجتماعي للجميع. يعني بدل ما نقعد على الفيسبوك والتويتر والإنستجرام والتوك توك ومش عارف إيه تاني، البوك بوك وكذا، نقعد على هذا الأمر لكي ننشر قضية رفع الوعي المجتمعي على مستوى العالم لقضية الشعب السوري أو الشعب اليمني أو الآخر. ما نقعدش نشتكي. أنا متأكد أن كتير جدا من الشباب بيقعدوا بأربعة وخمس وعشر ساعات كل يوم على السوشيال ميديا عشان يعملوا تشاتنج أو يتكلموا مع بعضهم بعض. نمرة اتنين، نبني تحالفات بين كل مبادرة سورية أو كل مبادرة يمنية لكي تتحول هذه التحالفات من هذه التحالفة الصغيرة أو التحالف الصغير إلى كرة التل فيما بعد. تحالفات بين مبادرات مختلفة، مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، الإنسانية والحقوقية وغيرها من المؤسسات. لأن أنتوا اللي عندكم المادة، أنتوا عندكم الأرقام والحقائق اللي بنتكلم عنها. نمرة ثلاثة، نستفيد من خبرات أبناء الشعب السوري في كل مكان في العالم، سواء كانوا من النازحين في الوطن السوري في الداخل، أو من اللاجئين في الدول المجاورة، أو لما المهاجرين إلى دول الغرب والدول الشرق كذلك. نستفيد في كمية من الخبرات الغير عادية لأبناء الشعب السوري التي إن وضعت في مكان واحد لوضعت آلاف الحدود لقضية الشعب السوري أو قضايا أخرى مثلها. النمرة أربعة، نستفيد من مؤسسات الضغط على الحكومات. يبقى أنا كل الأربع نقاط دول كلمت فيهم عن الشباب، وكلمت عن مؤسسات التواصل الاجتماعي، وكلمت عن مؤسسات المجتمع المدني اللي أنا بتكلم عنه، لأن أنا بتكلم عن الحكومات دائما ما تكون حلولها مشروطة بالمصلحة البلد والدولة. لكن لو اتفق أبناء الشعب السوري وغيره بأطيافهم المختلفة على رؤية واحدة، سيصدع لهم أو سيستمع لهم الجميع. وده هياخد يعني هياخد سنوات، مش وهياخد يعني قدح فكري شديد، مش بس مجرد ان شيخ يتكلم كلمه في خطبه او واحد يجيب لك مليون من هنا او مليون هنا ونوزع علينا حبه بطاطين وحبه كذا. لا، الموضوع اكبر من هذا. اننا في داخل هذه الحلول نبني الثقه ما بين ابناء الشعب السوري سواء كان في الداخل او الخارج، واصحاب المبادرات واصحاب الحلول. فالحل الذي نصب إليه لا يمكن أن يكون إلا سوريا وبتعاون دولي. طبعا مش هننكر المجتمع الدولي، تعاون دولي حل العسكري ما أعتقدش هنوصل ليه في أي نتيجة لتحقيق السلام وإرسال الاستقرار والأمن المستدام لصالح أبناء الشعب السوري. وهنا أصبح في دور تاني على مين؟ على أبناء الشعب السوري. من مين؟ من الحكماء الممخمخين اللي بيتكلموا، أصبح عليهم دور واضح وجلي لتغيير استراتيجية تفكيرهم
تغيير استراتيجية تفكيرهم لكسب أكثر قدر لبناء المستقبل. لابد أن نجعل من هؤلاء الحكماء أو من يدعون الحكمة أن نجعل منهم المؤثرين لبناء مستقبل سوريا وحماية أهلها والانطلاق بها في طريق ما يمكن تحقيقه من العزة والحرية والكرامة والعمل وبناء مؤسسات مجتمعية قوية تلبي طموحات وأحلام الشعب السوري. أنا اتكلمت عن جزء هو جزء من الحل، خمس حلول أو خمس فاكهة اللي اتكلمت عنه في الأول، اللي هو الحكومة واللي هو المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية والمؤسسات إيه المجتمع المدني. اتكلمت هنا عن مؤسسات المجتمع المدني والأفراد اللي هم من الشعب السوري في الداخل والخارج. فمن أراد أن يبني وطناً فليقدم، اسمعوا بقى الحاجات دي، ودي أنا ما زلت أتذكر في جلسة في أعتقد أنطاكيا إما في آخر 2017 أو في 2018 اللي أدري بالضبط، حينما قلت للحاضرين علينا أن نتعايش مع بعض، قامت الدنيا ولم تقعد. أنت بتعمل كذا وأنت عندك أجندة، ما ينفعش إنك تخون أي حد بيقول لك تعايش مع جارك، بيقول لك أن الشعب السوري اللي جاي من حلب تتعايش معه وانت من ابناء ادلب. السوري اللاجئ اللي موجود في تركيا او في الاردن او في لبنان وراجع تاني هيرجع مختلف، مش هيرجع هو نفس السوري اللي انت عارفه، لابد تعيش معاه. فمن اراد ان يبني وطنا فيقدم المغفره، انا مش شايف حتى الفول دي المغفره مش شايف النقطه دي. نزل المربع اللي فوق ده يا محمد، مربع الاسود ده اللي على الكلام محمد انا شلته خلاص. ومن اراد ان يبني وطنه فيقدر المغفره، مبدا المغفره التصالح، زي ما حصل في جنوب افريقيا اللي هو التصالح. جنوب افريقيا عاشت في دم رواندا، 950 الف شخص اتقتلوا في اقل من سنه، ودخلوا اللي هو المغفره والتصالح مع بعضهم والتكامل والتعاون والتنازل عن الاهواء الشخصيه ومصلحه الحزب والفصيل والمجموعه الدينيه. يعني لما نتكلم احنا عن رواندا وعن جنوب افريقيا وعن ليبيريا وعن 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 ان هم يعني طووا صفحه الخلافات علشان يبني مجتمع، احنا مش قادرين نطوي صفحه الخلافات عشان نبني مجتمع، وان لم نستطيع ان نطوي صفحه الخلافات لبناء المجتمع فلن نستطيع ان نبني مجتمع. دي نمره واحد في الخاتمه او رسالتي في الخاتمه. الوطن اللي احنا بنبنيه يجمع ولا يشتت. ان اردت ان تشتت في الوطن مجتمعات مشرزمة فأنت لست وطنيا. الوطن يجمع ولا يشتت، يجمع ولا يشتت، يعلي ولا يخفض، يبنى ولا يهدم، ويحب ولا يكره. من كره الوطن فهو كره جزء من دينه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى دايما لما هاجروا من مكة إلى المدينة كان يئن حنينا الى مكه، وده جزء من الشخصيه الاسلاميه والمؤمنه. وكذلك صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حواري عيسى عليه السلام، وكذلك 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 ابناء بني اسرائيل اللي راحوا من مصر وشافوا شظف العيش والذل والمهان على يد فرعون وملئه، وهجروا وهربوا فرينا من فرعون وربنا نجاهم الى ان وصلوا الى بر الامان. كل هؤلاء كانوا يحنوا للوطن اللي هم عايزين يروحوا له. فالوطن يجمع ولا يشتت، ويعلي ولا يخفض، ويبنى، يبنى الوطن، يبنى، ومن هدم الوطن فهو خائن، يحب ولا يكره. الوطن يسير في دمائنا، ضعوها قاعدة، قاعدة الوطن لابد أن يسير حبه أو يعني يسير حبه في دمائنا، يسطر همسنا، يرسم حلمنا، ليصنع مجدنا. أولها تاني، الوطن يسير في دمائنا، يسطر همسنا، يرسم حلمنا، حلمنا ليصنع مجدنا. يسير في دمائنا، يسطر همسنا، يرسم حلمنا ليصنع مجدنا. ده كلام أنا كتبته في 26 يناير 2014. فليس كافيا
آخر كلمة هقولها لكم يا شباب، ليس كافيا أن نعيش داخل الوطن، بل على الوطن أن يعيش في داخلنا، بل على الوطن أن يعيش في داخلنا، فنحلم له ونفكر من أجله ونسهر على راحته وبناء مستقبله والمحافظة على مخدراته ونشر الوعي المجتمع فيه وبناء مبادئ العدالة والإخاء والحرية والمساواة لكافة أبناء وأطياف هذا الوطن نحن نتكلم عنه. فنرجع مرة أخرى نقول إيه، أنا حينما رأيت الصور لما حدث للشعب السوري من أبناء الشعب السوري في الماضية في منطقة إدلب استهجنت نفسي وما أقوم به، ولذلك ما قلته اليوم هو جزء من تحملي لمسؤولية إبلاغ رسالة حاجتنا للوقوف إلى جانب الشعب السوري وشعوب أخرى، وليس فقط الشعب السوري وشعوب أخرى كما ذكرت الشعب اليمني وأبناء الروهينجا وأبناء اليوغور وأبناء الكونغو الديمقراطية التي تسرق جهارا عيانا أغنى دولة في العالم، وكونغو الديمقراطية واللاجئين اللي موجودين في تشاد من دارفور ومن وسط أفريقيا ومن الكاميرون ومن نيجيريا إلى آخره، إحنا مش عارفين. اخرجوا واعلموا ما يحدث للشعوب في أماكن مختلفة، سواء كانت هذه الشعوب شعوب مسلمة أم شعوب غير مسلمة. واليوم لما بلغت بالنسبة لقضية الشعب السوري الذي يعاني منذ أكثر من 10 سنوات مما يحدث إليه، ونحن نغفل ذكره وننشغل عنه كما ننشغل عن الشعب اليمني والشعوب الأخرى. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يوم الخميس نلتقي في هذه المحاضرة باللغة الإنجليزية إن شاء الله، next Thursday إن شاء الله we'll meet in the English version of this talk إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك دكتور هاني، الله يبارك فيكم. فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. ممكن مداخلة دكتور هاني؟ والله إحنا قفلنا دلوقتي، لأن ما لو عايز مداخلة بعثنا، إحنا قفلنا الزوم. أنا ما زلت على الزوم. تفضل، ما فيش مشكلة. جزاكم الله خير على حمل الهم السوري وما قصرتم، وشكرا لكم. لكن أنا باعتقادي يعني المشكلة أعمق من أن يكون حلها في 4 خطوات سهلة من ضمنها التواصل عبر مواقع التواصل والأمور هذه. المشكلة معقدة جدا، وصلت إلى مرحلة من التعقيد، يعني لا يمكن أن يعني تحل بشكل محاضرات أو لقاءات عابرة مدتها ساعة أو ساعتين. يوجد يعني مأخذ خطير على ما تكلمتم في بداية المحاضرة، أنه نعم نحن مجرمون. أستاذي الكريم، هذا إقرار بلا استخدام أي وسيلة تحقيق مخابراتية عربية. كيف نقر بهذا ونحن نحن الضحايا ولسنا المجرمون؟ نحن ضحايا الأنظمة العربية كلها، نحن ضحايا الأنظمة الغربية. نعم. الأنظمة الغربية التي عاثت فسادا في سوريا تحديدا وفي المناطق المحررة، نحن ضحايا المنظمات الإنسانية بين قوسين التي عملت في المناطق المحررة في سوريا واستخدمت معلومات الأهالي السوريين للتحكم بالقرار، لتوجيه الناس، اتخذت هذه المعلومات مصدر قوة لها وليس لنا. فنحن لسنا مجرمون، نحن ضحايا وهم المجرمون، وهم الذين يجب أن يحاسبوا. هذه نقطة خطيرة جدا، لا ينبغي أن تمر بهذه السهولة. الله يجزيكم خير، يعني نحن نقدر لكم هذا الهم الذي تعيشونه، لكن صراحة يعني الموضوع فعلا فعلا معقد. كيف لشاب سوري يعيش بين قرى علوية، خلينا نقول يعني أنتم ما عشتم هذا الهم، يكون جاري العلوي بعيد عني 20 متر 30 متر، وفجأة
تحول إلى وحش ويدخل إلى بيت عمي ويقتله أمام أولاده. كيف نصل إلى مرحلة الغفران ومرحلة المسامحة بعد أن وصلت الدماء لهذه الأرقام؟ هذه النقاط يعني صعبة جدا، حتى يعني لا يمكن أن نتخيلها ونحن جالسون أمام هذه الشاشات. جزاكم الله خير. أنا سعيد جدا بهذا، وكل ما أقوله أن احنا بنحاول نحرك مسيرة رفع الوعي عند الناس، ان كل حد فينا له دور. انا ما قلت انا ما قلت نحن مجرم، بنتكلم عن نفسي شخصيا. انا طبعا احد الناس اللي يعني اعوذ بالله مش من الكلمه دي، ان كان لي الشرف من 2011 ان انا اتواصل مع كل المؤسسات الحكوميه في العالم العربي، من الجامعه العربيه والمؤسسات الحكوميه الاخرى زي اليو ان، عشان نرفع الوعي للقضية السورية من شهر يوليو 2011، وعملنا ورش عمل إلى آخره إلى آخره. لكن زي ما أنت قلت الموضوع أكبر من حجمنا، وفي أماكن إحنا مش هنعرف نحرك فيها حاجة. فاللي أنا بتكلم عنه دلوقتي أنا بناقش جزء آخر اللي هو ممكن نعمله، ممكن يأثر تأثير إيجابي على الحكومات. صحيح أنا موافق معاك 100% على اللي هو تعقيد المؤسسة، تعقيد المشكلة، وهم بيعقدوها أكتر وأكتر 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 من أجل أشياء. سوريا غنية يا إخوانا. أنا هدفي وهمي، بس قبل ما أنهي الكلام، سوريا وكل دولنا العربية غنية بطريقة غير عادية، ولكن نحن كشعوب غير قادرين وغير فاهمين على عمق أو قيمة الغنى الموجود في بلادنا. فلذلك من يريدون أن يأتوا مثل هذه البلاد هم يأتون لسرقة هذه البلاد. وكلنا تحزبنا زي ما أنت حضرتك قلت، تحزبنا وتشرذمنا وانقسمنا، هيسهل كتير جدا. يعني أنا أديك مثل، إن مثلا لو أنا يعني إيه القضية بتاعت الكونغو الديمقراطية، أصبح في 75 مجموعة مسلحة، كل مجموعة ماسكة قطعة من أرض أغنى منطقة في العالم، كأنها 75 حكومة داخل الوطن الكونغو الديمقراطي. ليه؟ لأن الكونغو غنية بطريقة غير عادية، والذين يسرقون هذه البلاد هي دول كبيرة معروفة، وكل يصمت لأن كل مستفيد. فلذلك أنا قلت كل ما قلت النهاردة في الغالب هم الناس مش هيستسغوا، لأنه يعتبر شيء ليس الناس هتعتقد مش عملي. إن احنا على الأقل قد نتحكم في ما نستطيع أن نقدمه، اللي هو ما نستطيع أن نقدمه، لأن في 10 سنوات كل هذه المؤسسات عجزت طوعا أو عجزت كراهية عن إيجاد حل لقضية الشعب السوري. فلابد احنا نعيد تفكيرنا مرة أخرى كيف نواجه هذه القضية. أنا مش بقول حل سحري، ولا عندي قرآن، ولا عندي ولا عندي حديث، ولا عندي إنجيل، ولا عندي توراة. لا، أنا بقول للناس تنظر لمقدراتها وقوتها اللي ممكن تتحرك بيها فقط، مش أكثر من كده. وقد لا يستسيغ الناس ما أقوله، ما فيش مشكلة. أنا مجرد هو اجتهاد، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن اجتهد وأخطأ فله أي أجر. وجزاكم الله خير. أنا سعيد جدا يا أخي الفاضل إن أنت قلت لي، وأنا بفرح جدا جدا بأي انتقاد إيجابي أو أي انتقاد سلبي ليا. ربنا يبارك فيك ويخلف عليك انت والاخوه والاخوات اللي كانوا معاك، ونراكم ان شاء الله ونتعلم منكم ان شاء الله، لان انا ما استطيع اعيش ولا اقف واجتهد من اجل شعب انا بعشقه اللي هو الشعب السوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.